مشاهدي قناة الوطنية الأولى أهلا بكم إلى النشرة الجوية اليوم السبت 17 جوان 2023 البداية تكون مع درجات الحرارة المسجلة خلال اليوم وين تراوحت بين 27 و 32 درجة بالشمال والمرتفعات وكانت بين 37 وكانت في حدود عفوا 37 درجة في بقية المناطق خصوصية الطقس نشوفوها من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي طقس قليل السحب على أغلب الجهات بالنسبة لليل إن شاء الله طقس في على أغلب المناطق والريح من القطاع الشرقي بالنسبة الطقس يتواصل صافي وقليل السحب على اغلب الجهات والريح من القطاع الجنوبي قراءة لدرجة الحرارة لبعض المدن والولايات التونسية تونس الكبرى في حدود 33 درجة 23 في قليبيا 29 في نابل بنزرت 32 درجة 37 في بيجا 29 في تبرقة جندوبة 39 الكيف 34 درجة سليانة 35 32 في زغوان تيلة 33 درجة القيروان في حدود 37 درجة وفي جهة الساحل سوسة 31 درجة منستير 30 درجة والمهدية في حدود 8 و سفيقس درجة ولاية صفاقس وجزر قرقنه في حدود 31 وثلاثين درجة سيدي بوزيد سبعة وثلاثين درجة بالنسبة لمدن الجنوب الغربي قفصة في حدود سبعة وثلاثين طوزر أربعين درجة وقبلي في حدود تسعة وثلاثين درجة بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قابس في حدود ثلاثين درجة جربه واحد وثلاثين درجة مدنينة ثمانية وثلاثين درجة تطاوين ورمادة في حدود سبعة وثلاثين درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيراتا وخليج تونس الريحة جنوبية شرقية سرعتها من خمسة وعشرين الى ثلاثين تتجاوز 35 وثلاثين عقدة والبحر مضطرب في شديد الاضطراب في في منطقة الشابة وخليج الحمامات الريحة جنوبية شرقية سرعتها من خمسة الى 15 تصل الى و وعشرين عقدة والبحر قليل الاضطراب فمتموج بالنسبة لخليج جابس الريحة شمالية شرقية سرعتها من خمسة الى 15 تصل الى و وعشرين عقدة والبحر قليل اضطراب فمتموش بالنسبة لدرجات الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نواكشوط في حدود 33 درجة 26 في الدار البيضاء جزائر العاصمة 31 درجة طقس صافي في طرابلس 29 درجة درجات حرارة مرتفعة في الخرطومة 41 درجة طقس صافي في القاهرة 34 درجة بالنسبة للبقاعة المقدسة 43 درجة في المدينة المنورة 46 في مكة المكرمة مسقط 36 أبو ظبي 37 الدوحة 41 44 درجة طقس صافي في بغداد 39 درجة بالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف في حدود 27 درجة 26 في بيروت 30 درجة في دمشق وإسطنبول طقس قليل السحب في حدود 26 درجة بالنسبه لاوروبا روما طقس قليل السحب في حدود 31 درجه فيينا 28 برلين 27 درجه جنيف 31 امطار في باريس في حدود 29 درجه كذلك امطار في لندن في حدود 26 درجه مارسيليا 28 مدريد 32 و 26 درجه في لشبونه بالنسبه لتطور الوضع الجوي خلال الايام القليله القادمه يوم الاثنين الريح من القطاع الجنوبي على كافه مجالاتنا البحريه والبحر متموج كذلك على كافه مجالتنا البحريه طقس مغيم جزئيا في الشمال والوسط والجنوب بالنسبة ليوم الثلاثاء يتواصل البحر من البحر المضطرب على كامل مجالاتنا البحرية والريح من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط والجنوب وطقس مغيم جزئيا على اغلب الجهات ودرجات الحرارة قد تصل الى 42 درجة مواعيد الشروق والغروب الشروق على الساعه الرابعه وتسعه وخمسين دقيقه والغروب على الساعه السابعه واحد واربعين دقيقه لمزيد من المعلومات طرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق موقع الويب www.meteo.tn او عن طريق الموزع الصوتي او صفحه الفيسبوك اوقات الصلاة لمدينه تونس وما جاورها صليت الصبح ستكون على الساعه 3 و7 دقائق صليت الظهر على الساعه منتصف النهار 27 دقيقه صليت العصر على الساعه 4 و12 دقيقه صليت المغرب على الساعه 7 و43 دقيقه والعشاء ان شاء الله على الساعه 9 و34 دقيقه نهايه النشره الى اللقاء